نعم لينا، يعني كافة السحب الدخانية التي نراها خلفنا هي من منطقة شمال غزة. هناك استهدافات تحديدا في منطقة بير النعجة شمال القطاع، عدد من الاستهدافات في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة بواسطة الطيران الحربي. حتى اللحظة يعني لا توجد معلومات حول طبيعة هذه الأماكن المستهدفة، هل هناك إصابات، هل هناك أعداد للشهداء أم لا، لكن كل ما يتوفر من معلومات أن هذه المناطق هي مناطق شمال القطاع، هي من تتعرض حتى اللحظة. صحيح إلى نيفين، يعني العواجل تفيد إذا ما سمحت لي وسأعطيكي أيضا على شرق جباليا وهي شمال القطاع. نعم، يعني هناك استهداف إسرائيلي بالقرب من مقبرة الفلوجة الآن في قطاع غزة، أيضا مدفعية الاحتلال تقصف منطقة جحر الديك جنوب شرق غزة. نعم نيفين، الفصائل أيضا في هذه الأثناء تطلق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات الاحتلال في الوقت الذي يتم فيه قصف من قبل مدفعية الاحتلال في شمال وشرق وجنوب غزة. نعم لينا، يعني مدفعية الاحتلال بدأت منذ ساعتين تقريبا من الآن بقصف أماكن متفرقة من الشريط الحدودي، خاصة بعد العملية التي نفذتها كتائب القسام في الحدود الشرقية لمنطقة شمال قطاع غزة، حيث شهدنا يعني إطلاق الكتائب لصاروخ كورنيت موجه مضاد للدروع نحو جيب عسكري على الحدود، ونتج عن هذه العملية مقتل جنديين وإصابة ثلاثة جنود آخرين بسبب هذا الاستهداف. وبعد هذا الاستهداف عمل الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عدة ضربات بواسطة المدفعية تحديدا في تلك المنطقة التي تم فيها القصف، إضافة التي تمت فيها العملية، إضافة إلى ذلك أطلق عدد كثيف من قنابل الدخانية في محاولة منه للتغطية على المنطقة وسحب جنوده من مكان العملية. لكن في ذات التوقيت كانت حركة حماس بعد إطلاقها لصاروخ الكورنيت أطلقت أكثر من 30 قذيفة هاون.